نايرة تمام على استاذة زيك بركي تمام شايف الانتخابات السنة دي ازاي؟ شايف الانتخابات السنة دي ازاي؟ زي الفل يا بطور يعني هل هيبقى فيه منافسة كبيرة ولا ايه؟ نرجع نادي الزمالك لأصل الطبيعي اللي كلنا عايشنا وصربنا فيه مش عارف انت انا حد يفضل من عجبين يا جدعان بص يلا بحبكم جدا 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 ونفسنا ان شاء الله نفرحكم كوره يا كابتن. شايف استاذ جماهير الزمالك مسنددك الفريق اليد خلال الفتره الاخيره في ازماته بتحب تقول لهم يعني اكيد انا مش هكمل دلوقتي اي حاجه عايز ادخل يا جدعان مش شايفين انتوا مره مش شايفين بس يا جماعه فرصه لحد ما كان يتكلم براحته لو سمحتوا انا كابتن زيد يا واحد ما تجيب المجموعه يا واحد ما تجيب المجموعه ماشي يا كابتن يا فين هشام؟ هو يلا كابتن هشام تعالى كابتن تعالى معانا فين عمرو خلوا بالكم انا هروح جاري مره واحده لا بتكلم جد يا هشام 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 يلا واحد اثنين ثلاثه اوعى دم بعض يا كابتن احمد سليمان يعني اكيد مع بعض احمد سليمان خلي بالك انا مش هقع انت اللي هتقع ماشي في ظهره هيقع انا مش هقع قاعدين كده
رن البلد هاني شكري هشام ناس طبعا عم 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 ع